مساكم الله بالخير حبايبي متابعيني، الله يعطيكم الصحة والعافية، وعسى الله يا ربك كافي نشر هالوباء المنتشر. طبعا أنا مصور الحين المقطع هذا لأن السيارة لاحظت هنا فيها ارتفاع كان زايد من وراء، فحاليا شبه عيرتها من وراء، فهم أن يهمني رأيكم، شو رأيكم بوقفتها؟ ارتفاعها من قدام ومن الخلف. هل انتم شايفين ان رفعتها من ورا تمام ولا محتاج ترفيع ولا تنزيل؟ الحين راح نشوفها من الجهة الثانية وراح يبين معانا. انا رايي شخصي اشوفها كأنها زينه، يعني اشوفها متناسخه من قدام ومن ورا تمام، فهم من بس يهمني رايي. الله يطول بعماركم. طبعا هذا الوالد مع ولدي الصغير بالسياره، عسى الله يحفظه ويحفظكم، يحفظكم كل غالي ان شاء الله يا رب. أتمنى منكم فضلا وليس أمرا أنكم تفيدوني برأيكم، عسى الله يطول بأعماركم إن شاء الله يا رب. طبعا أنا معيرها من البيت، يعني عند البيت معيرها وبشتغل عليها، اشتغلت فيها ورتبتها، نفست على الهيدروليك الخلفي وعيرتها على عيار اللي أبيه. فشوفوا هذا شكلها النهائي، هذا مستواها النهائي. وعسى الله يطول بعماركم ومشكورين حبايبي، في امان الله.